Okay, dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And today, inshallah, we are going to start with a new questions here, comprehension today. And we will answer some questions about the text that we took last time. اليوم ان شاء الله راح نحل بعض الاسئله على النصوص اللي اخذناها المره الماضيه اللي بنتكلم عن البزنس. Now we have here some questions. This exercise number 4. Read the text again. اقرأ النص كمان مرة هنرجع عليه كمان شوي. ومن ثم then match the questions. ومن ثم وصل هذه الأسئلة مع the correct paragraph مع فقرتها الصحيحة. الآن بتلاحظوا كان في عندنا بعض الفراغات في بداية كل فقرة في الفقرة الماضية بس اليوم راح نحلهم ايش؟ على السريع لأن هذا السؤال that's very important. لا نستخدم هذه الكلمات اللي can you afford to start your business? Do you have the right experience and skills? Have you got something special? Is the price right? Is there a market big enough for the product? Who will your customers be? And will your business grow? الآن راح نشوف على السريع مع بعض نرجع للقطعة حتى إحنا نعرف نوصل كل مجموعة أو كل سؤال مع فقرته الصحيحة. نرجع شوي لوضع السريع. هاي هون عندنا القطعة الآن نشوف حسب ايش الأولى طبعا محلولة، نشوف الثانية الآن اللي هي تتكلم عن اللي هي عن حجم، نعم مع الحجم للناس وحجم الماركت، إذا راح ناخذ اللي هي إجابة موجودة في المربع الأزرق اللي هي Is there حط الإجابة عندك شباب بنات a market enough a market big enough for the product. هاي هي إجابة السؤال الأول راح تلاقوها بالمربع الأزرق في اللي هي رقمها أصلاً اللي هي 5. نعم حطها جنبها رقم 5. Now في الأسئلة نتكلم عن the service with costs. إذا نتكلم هون عن the price. نعم في هنا the price. إذا الإجابة راح تكون is the price right. إذا is the price right واللي هي أصلا رقمها number 4. هاي number 4 في السؤال. Now we have the it's talking about the customers and what will they value the product. إذا what who will the customer or your customers your customers be من سيكون زبائنك من هم الذين سيكونون زبائنك. الآن راح نتكلم عن how much will the cost of running idea and اللي هي المصاريف المصنعية والرواتب. إذا can you afford تتحمل نفقات afford to start your business. نعم your business نعم in your business idea business. طيب اوكي طبعا هاي رقمها في كتاب هنرجع لدي دي اللي هي who will your customers be اللي هي اجابتها number 6. وهاي can you afford to start your business اللي هي مع رقم 1. الان F اللي هي تتكلم عن اللي هي the skills and ambitions هي واضحة جدا اللي هي اجابتها راح تكون do you have جاي يمكن اجابنا هاي شباب Do you have the right experience and skills? هل لديك التجربة والمهارات الكافية
وهي رقمها في السؤال اللي هي number 2 مع F. 2 مع F. Even the best business. الآن خلينا نشوف G. Can you build your idea in the future by adding اللي هي هل سوف ينمو will your business grow هل سوف ينمو عملك أو فكرة عملك اللي هي مع 7 مع number 7 طبعا هاي المحلول اللي هي مع number 3 طيب هيك احنا بنكون حلينا السؤال وممكن انت ترجع للسؤال كمان مره تحت انا اعطيكم فرصه تكتب على السريع ممكن ترجع للسؤال تحت شباب بنات حتى انت كمان تحط ارقام وفقط اللي هي A و B و C D E F G حتى انت تتكمل تستطيع ان تكون اجابتك كلها صحيحه خلينا نرجع احنا على السؤال تبعنا الاصلي حتى احنا نعرف نتعامل معه على السريع بعد ما احنا حاطين الاجابات على القطعه لازم انت تنزل على السريع لتحت الان نرجع can you afford to start your business الان هي اجابتها مع E اجابتها مع E do you have the right experience and the skills اللي هي مع F ممكن ترجع القطعه تتاكد have you got something special اللي هي مع A with A Is the price right, مع C? Is there a market big enough for the product? هل هناك محل كافي لهذا المنتج مع with B? Who will your customers be, مع D? Last one is, will your business grow? هل سوف ينمو مشروعك with G? Please write down your answers to be connect with me to be connect with me نمسح الاجابات على السريع تستطيع توقيف الصوره في الفيديو حتى تجاوب معي الان خلينا ننزل شوي كمان السؤال number 5 exercise number 5 read that and listen to the text again and answer the questions discuss your answers the group طبعا هذا السؤال هو استماع it's not very important for me but في عندنا هنا exercise number 2 from exercise number 5 it's VI مهم جدا 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 خلينا نعرف شو معنى هذا السؤال It is better to make an expensive product of very good quality or a cheap product of lower quality بحكي لك هل هو من الأفضل هل من الأفضل to make عمل an expensive product اللي هو منتج غالي الثمن of very good quality بجودة ممتازة أم or أو a cheap product اللي هو منتج رخيص of a lower quality بجودة ضعيفة أيهما أفضل إن تساوي أنت منتج غالي الثمن بجودة ممتازة أم منتج رخيص بجودة ضعيفة الآن حسب إن هو المجتمع تبعنا as I think As I think it's a cheap product with a lower quality is the better. إذا الإجابة على السريع نحطها مع بعضنا شباب بنات. الآن بحكي على السريع in my opinion برأيي الخاص هذا السؤال دائما أعطيك رأيك الخاص. I think a cheap product. With or of lower quality is better. أفضل ليش؟ بس نحط السبب because أو زي ما حكينا زمان due to أو بسبب because or due to it's correct. تمام because most of people معظم الناس In our country, are poor, فقراء. Therefore, لذلك, cheap product
is better, أفضل for them. خلاص انتهى السؤال، انتهى. إذا شوف إجابتك أخذ بعد الأسطر. In my opinion برأيي الخاص I think cheap product of lower quality باعتقادي أن المنتجات الرخيصة بجودة أقل هي أفضل بالنسبة لنا because السبب لأن معظم الناس في بلدنا ضعف أو فقراء therefore لذلك cheap product is better for them. إذا بحكي لك لذلك إذا المنتجات الرخيصة هي أفضل بالنسبة له. الآن في عندنا exercise number 6 it's for grammar. Exercise number 6 it's VI معناها very important مهم جدا. وهذا تلخيص أو مراجعة للقواعد شرحناها اللي هي الـ if close. وإيش كمان في عندنا اللي هي الـ present perfect. حتى أذكركم على السريع الـ if بيجي وراها دائما verb 1 و verb s أو es والشق الثاني دائما بيجي هنا will زائد verb 1 أو be going to. بالنسبة لـ present perfect في عندنا has أو have زائد verb 3. خلينا نشوف أول وحدة. I فراغ not see my best friend اسمه since. إذا since مباشرة present perfect. Present perfect. خلاص مباشرة هذا verb 3. عندنا هنا I جمعت وخذ have. بس في عندنا not هو شو بصير؟ haven't. See verb 3 تبعها seen وهي irregular verb. See so seen. اوكي اذا حلينا السؤال الاول بالبحث عن الكيوردز. طلع الجمله الثانيه اف خلاص حددت موقع اف وطلع شو في عندنا فراغ بعديها مباشره فيرب 1 الى الشق الاخر شو بيكون ويل زائد فيرب 1 الى الهاب زي ما هو ويل هاف خلاص على السريع ما في عندنا اي مشكله. في عندنا هنا اي ام في عندنا اي ام فراغ في عندنا اف الاف في عندنا شق وراها محلول اللي هو هاب ما دام في عندنا اذا ما مباشره اللي هي قاعده البي going to البي موجوده اللي هي اذا طبعا البي اللي هي is and are بعدين نضيف going to ونفس البوليس اللي هي اصلا بعد to دائما يلحقها ايش؟ verb 1 اذا هنا ال going to it's equal with will نفسها will بس ولكن اختلف عن الاستخدام فقط. عمر فراغ be in Jordan for more than 2 years or weeks now. فعنا كلمة for هنا عنا present perfect has or have verb 3 عنا عمر مفرد عنا فقط has عمر has will be الverb تبعها اللي هو has been أو been in American accent. طبعا be إذا ما بالماضي تبعها الverb 2 was or were والverb 3 be. لاحظ الجملة بعديها هي فراغ الانجلش اكزام اف خلاص عندنا اف الاف عندنا وراها فيرب اس او اي اس الشق الثاني يكون في عندنا يا ويل يا بي جوينج تو في عندنا اذا ار اون نو وي دونت هاف اذا ويل باس ويل باس دائما ويل افعال المودلز ات فولد باي فيرب 1 اف لاحظ الجملة رقم 6 اف وي جو تو ذا فرنش our friends in the summer we are ها في عندنا are هون اذا في عندنا اذا are مباشره going to that verb 1 we are going to and the verb will say visit we are going to visit سهله جدا. The last one is Susan and Leila فراغ be friends for اذا عندنا for هون عندنا present perfect ممتاز في عندنا سوسن وليلى جمع اثنين تمام ما في عندنا مثنى في الانجليزي اذا هاف وعندنا فعل بي زي ما قبل شوي حطيناه اللي هو هاف بين او هاف بين ان امريكان اكسنت هيك عندنا بنكون انهينا الصفحه رقم 5 اكسرسايز بيج نمبر 5 اكسرسايز نمبر 4 اند 5 اند 6 and exercise number 2 and 5 it's VI and exercise number 6 all of these questions are important
ان شاء الله الحصه الجاي شباب بنات بنشوفكم بحصه اقوى من هيك. تمام، انه في عندنا شرح قطعه رائعه جدا It's talking about Emily's او الانفنتر اللي هي المخترعه الصغيره ايون انفنتر. ان شاء الله بنشوفكم الحصه القادمه، يعطيكم الف الف عافيه. لا تنسوا تروان النموذجيه.